مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم عياده الصحه. معكم دكتور احمد جمال شاهين، دكتور اخصائي وتجميل وتركيب الاسنان. كنا اتكلمنا قبل كده عن التعقيم في العيادات الاسنان والمستشفيات، وقلنا شويه نصايح مفيده للمرضى عشان خاطر يعرف هل الدكتور اللي يعني هو رايح العياده يبقى مطمن، الدكتور اللي هو شغال معاه مهتم بالتعقيم وبنظافه العياده وبيحاول يمنع نقل العدوى من مريض لمريض ولا لا. وقلنا شويه برضه نصايح بسيطه كده حتى للاطباء نفسهم، ازاي يتاكدوا ان التعقيم عندهم شغال كويس، وان جهاز التعقيم شغال، وان البروسيس او العمليه كلها بتاعت التعقيم شغاله كويس. النهارده هنتكلم بقى على تركيبات الاسنان اللي هي الجزء الاساسي من تجميل الاسنان. ودايما اول سؤال بنساله امتى نعمل تركيبه لاسناننا؟ هو السؤال ده يبقى اجابته ليها شقين، اول جزء تجميلي وتاني جزء تعويضي. نبدا بالجزء التاني عشان ده الجزء القصير شويه. احنا بنعمل تركيبه لاسناننا طبيعي عشان خاطر نعوض سنه اتخلعت، سنه كانت بايظه خالص ما حاولنا معاها ان احنا نحافظ عليها بحشو عصب او بحشو عادي وما نفعش فاتخلعت في الاخر. طيب ايه الحل؟ هل ينفع نسيب اسناننا فاضيه؟ لو عرضنا الفيديو رقم واحد هيبين قد ايه ان احنا نسيب مسافه فاضيه في بقنا دي مشكله كبيره. زي ما احنا شايفين في الفيديو لما سنه بتتخلع ربنا خلق السنان زي التروس، كل سنه زقه تانيه في مكانها. لما سنه تتخلع بتبدا السنان السنه اللي قبل السنه اللي اتخلعت واللي بعدها بيحاولوا يقفلوا مكانها، بيحاولوا يضيقوا المسافه المفتوحه، فبيحصل زي ما احنا شايفين كده ان شكل الفك نفسه اتغير. نفس القصه بالنسبه للسنه اللي فوق بتحاول تطلع عشان خاطر تعوض مكان السنه اللي اتخلعت، فلما بتطلع بتبدا كمان جذورها تتكشف زي ما احنا واخدين بالنا، بتبقى صعبه اصعب في تنظيفها، بيبدا يكون عليها جير فبيبوظ السنه اللي جنبها واللي بعدها واللي قبلها واللي فوقها. في نفس الوقت لما عندك سنين كذا سنه ناقصه بالذات من الضروس الخلفيه اللي هي المهمه في الاكل بيأثر على الفك، اللي انت بتضطر تضغط جامد عشان خاطر تاكل فبيأثر على الفك وبيعمل مشاكل مع الوقت في الفك. تلاقي بعض العيانين جاي يقول لك يا دكتور انا الفك عندي واجعني، انا مش عارف ليه، مع ان انا ما عنديش حاجه، انا الدنيا عندي سليمه، بس لما اجي اكل وانا في نص الاكل او في اخر الاكل بحس بوجع جامد، بحس بصداع. فبتبقى الاجابه ان احنا بنبص على اسنانه، اول حاجه ببصها على اسنانه مش على فكه. فموضوع ان احنا نسيب حاجه فاضيه في بقنا دي مشكله كبيره. طيب لما نيجي نعوضها هنعوضها بايه؟ عندنا اكتر من حل. اول حل اللي هو الارخص وطبعا الاقل راحه اللي هو التركيبه المتحركه، سواء لدرس او اثنين او ثلاثه، بس دي بتبقى رخمه شويه، الاكل بتحشر تحتها، بتبقى ماسكه بمشابك، ممكن لما تيجي تاكل بتضايقك شويه. طيب ده حل خلاص، احنا مش واحد هيجي العياده يقول لي لا انا مش عايز الحل ده، انا مش مستحمل بتاع اللي انت عاملها لي دي. طيب في حلين تانيين. الحل رقم واحد وده الحل السوبر، ده الحل الممتاز، ده اللي بيرجعك تاني كانك ما خلعتش حاجه، اللي هو زرع الاسنان او غرس الاسنان. لو عرضنا الصوره رقم خمسه هنفهم يعني ايه عمليه زرع الاسنان. هي عمليه بسيطه جدا، ما هياش عمليه بمعنى كلمه عمليه، هي كل اللي احنا بنعمله ان احنا بدي المريض بنج موضعي وبدخل بحط مسمار من مادة التيتانيوم او حديثا بيستخدموا الزركون ومفيش فرق كبير ما بينهم زي ما احنا شايفين في الصورة. مسمار بحطه في الفك وبسيبه من 4 لـ6 شهور حسب الحالة وحسب الفك. العظم بيبدأ يتكون يدخل جوه المسمار ده، بيعمل حاجة اسمها اوسيو انتجريشن، يعني توافق عظمي، ان العظم خلاص دخل لقم مع المسمار ده فبقى كانه جذر. وبعدها بفتره بعد الـ4 أو 6 شهور دول بحط عليها الكراون بتاعي او التركيبه بتاعتي. طبعا ممكن نعوض بيه سنه، ممكن نعوض بيه 3 سنات، ممكن لو عندي مثلا 4 سنات مخلوعين حسب طبعا مكانهم بحط واحد في الاول واحد في الاخر واعمل عليهم كوبري. فكده بنرجع تاني ان احنا الحمد لله بقنا موجود وكامل وهيتفادى كل مشاكل بقى ايه الاسنان المخلوعه. طيب موضوع زراعة الأسنان ده فيه كذا عيب برضه كمان لله وحده. أول عيب إن
ان هو مكلف، ان سعره غالي. اوكي هنخلي الصوره 5/6 شويه، احنا هوصل لها. اول عيب في زراعه الاسنان ان هو انها مكلفه، انها بتاخد فلوس وبتاخد وقت، ممكن بتاخد ساعات من 4 لـ6 شهور عشان خاطر اخلص واحط عليها الكراون. في نفس الوقت محتاجه مريض صحته كويسه، يعني لو حد عنده السكر عالي قوي ومش مهتم بيه مش هينفع. لو حد عنده خلع بقاله سنين والفك عنده العظم فيه بقى صعب، هيبقى برضو محتاج عمليات تانية تحضيرية قبل الزراعة وبتاخد وقت أكتر، فممكن ما يبقاش مناسب للمريض. لو عيان مدخن بشراهة برضو مش هينفع. طيب هنعمل إيه ساعتها؟ هنعمل تركيب ثابت، وده برضو حل، ده الحل التالت بتاعنا. عيبه إيه؟ عيبه إن أنا بضطر أبرد سنة أو سنتين من قبل المكان المخلوع، وسنة أو سنتين الناحية التانية حسب الحالة، وأعمل كوبري نعلق عليه زي الصورة 5/6 اللي كانت موجودة دلوقتي. هو ده طبعا برضو حل ظريف، ان هو بيقفل المسافة، ما هوش تركيبة متحركة فمش هتضايق المريض. لو اتعملت صح مش هتحشر اكل او حاجة، طبعا مع الاهتمام بيها ونظافتها كأنها سنة طبيعية، وفي نفس الوقت اقل في التكلفة واقل في الوقت. اوكي بس عيبها ان احنا هنبرد سنة قبل وسنة بعد او اكتر، ففي ناس ممكن ما تتقبلش القصة دي. بس ده كده بالنسبة لجزء التعويض. هندخل في الجزء التجميل. ان احنا خلاص كده يعني الناس تعمل تركيبات يا اما تعويض يا اما تجميل. طيب هنخش في التجميل. ناس كتير مع انتشار الدكاتره والوعي الصحي وان الناس عايزين اسنانهم تبقى بيضه وزي الممثلين، فانتشر مصطلح الهوليوود سمايل. درجه الناس بقى بتصل عليا في العياده تقول لي دكتور وانت عندك الهوليوود سمايل دي بكام؟ كان هوليوود سمايل دي حاجه بتتباع، حاجه العيان هياخدها يحطها في بقه ويمشي بيها خلاص كده. طبعا هي هوليوود سمايل دي حاله بنوصل لها، ما هياش حاجه بتتعمل في بقك بحطها لكل مريض زي التاني، يعني بتفرق من مريض لمريض. هوليوود سمايل دي انت اسنانك مترتبه جنب بعض، لونها كويس، لما تيجي تضحك اسنانك مرصوصه جنب بعض، اللثه مش كاسيه على السنان، اللي هي الضحكه الطبيعيه او الضحكه المثاليه كمان مش الطبيعيه. يعني الطبيعي معظم الناس يا اما عندها يعني سنه مسفره شويه، في سنه جايه على سنه، يعني ده الطبيعي، بس الناس دلوقتي عايزه المثالي. فهنبدا في اول حاجه، لو انت مثلا سنانك مرصوصه جنب بعض ورصه ظريفه ما فيهاش مشكله وما فيهاش مشاكل كتير، ما فيهاش تسوس، ما فيهاش حاجه، وبس كل مشكلتك انت اسنانك صفرة او مشكلتك انك اسنانك صفرة، ساعتها في حل بسيط جدا هو تبييض الاسنان. لو جبنا الصوره رقم 7، تبييض الاسنان دي حاجه بنعملها في العياده، بتاخد يمكن ساعه واحده، بقعد المريض لمده ساعه، بحط في بقه كده ماده وبسلط عليها ضوء ازرق. اوكي الصوره رقم 7 معانا اهي. اوكي زي ما انتم شايفين حاجه بسيطه، بلبسه نظاره بس عشان خاطر النور ما يبقاش ضارب في عينيه. بتفتح من 7 لـ8 درجات زي الصوره رقم 8 اللي نجيبها، الصوره رقم 8 بتفتح من 7 لـ8 درجات زي ما احنا شايفين، فبقى الشكل ظريف جدا ومرضي جدا. اهي دي هوليوود سمايل في ساعه وبتكلفه بسيطه جدا، مش محتاجه نعمل تركيبات ولا نبره اسنان ولا حاجه. فدي بالنسبه لو انت اسنانك سليمه وبس كل اللي انت محتاجه تفتح اللون. طيب اوكي في حاجه تانية، افرض انت اسنانك سليمه ولونها فاتح بس مش مرصوصه كويس، طيب ساعتها انت محتاج تقويم. التقويم نوعين، ناس كتير ما بتحبش التقويم اللي هو التقويم المعدني، اقول لك هفضل حاطط حاجات في اسناني معدن ومربطها وافضل قاعد سنه سنه ونص بالشكل ده. بدا حاجه جديده تنزل اسمها التقويم الشفاف. دي بتنفع طبعا، ما بتنفعش لكل الحالات، بتنفع لبعض الحالات وحالات لا. لو جبنا برضو الصوره رقم 9، التقويم الشفاف ده فيه كذا ميزه. اول حاجه ان هو شفاف طبعا زي ما هو واضح من اسمه، ما بحتاجش احط حاجات في بقك، لا معدن ولا اساتك ولا اي حاجه من المشاكل دي. بتقلعه ساعه ما تيجي تاكل وبعد كده بتغسل سنانك وتلبسه باقي اليوم. كل اللي انا بعمله زي ما احنا شايفين اهو، هو ده الحاجه الشفافه البسيطه دي بتلبس فوق السنان. دي طبعا اهون بكتير من المعدن، واللي عمل تقويم يمكن هيفهمني. دي كل الفكرة ان انا باخد مقاس للمريض واشعه وبوديها الشركه، هي في شركه، هي شركات هي بتعمله، شركه وعندها طبعا معمل. لو عرضنا الفيديو رقم 2 هيوضح معايا اكتر. فيديو رقم 2 بودي المقاس وبودي اشعه للمعمل. المقاس بيتصب وبتعمل له سكان بالكمبيوتر ويدخل على الكمبيوتر هو والاشعه. بيبدا الكمبيوتر يعمل بروسيسنج للمعلومات اللي داخله له دي، زي ما احنا شايفين اهو، دي حاله عندي في العياده. اوكي بيعمل له فيديو بيقول لك المشاكل، محتاج مثلا في عنده سنان راكبه فوق بعض، في عنده عضته طالعه لبره،
اوكي، هيبدا نعمل ايه؟ هنبدا نحتاج رقم 1 2 3، هيحتاج فتره زمنيه كذا، طبعا بتختلف من مريض لمريض. هيبدا يقول لك تطور الحاله. مش عارف الفيديو شغال ولا لا. اوكي، هيورينا تطور الحاله. هتبدا اسنان تترد وتتظبط ترجع للوضع المرغوب فيه زي ما احنا شايفين خلال قد ايه. فدي حاجه ظريفه وفيها فيها اكتر من ميزه، انها زي ما قلنا حاجه شفافه، وفي نفس الوقت انها كمبيوترايزد، يعني الموضوع بيتم عن طريق برنامج في الكمبيوتر، فبيقلل برضو نسبه الاخطاء البشريه. يعني ممكن دكتور التقويم، انت ممكن تروح لدكتور تقويم مش شاطر، ممكن تروح لدكتور تقويم هو اصلا مش دكتور تقويم، هو دكتور اسنان عادي بس هو ما تخصصش تقويم، بس واخدها كده يعني، مش عايزين نقول فهلاوه، بس واخدها كده يعني، فاكر نفسه هيشتغل كل الحالات. فده بيحمينا من القصه دي، ان دايما بنحاول نبعد عن العامل البشري زي ما احنا شايفين في الفيديو دلوقتي هيبين لكم. شايفين ده بيقول لك مثلا بعد 3 شهور هيبقى الشكل ده، بعد 6 شهور الشكل ده، بعد سنه هنوصل للشكل ده. فدي برضو حاجه ظريفه جدا، وبنفهم العيان التريتمنت بلان او الخطه العلاجيه بتاعتنا قبل حتى ما نبدا نشتغل وقبل نعمل اي حاجه. فدي تبقى حاجه برضو مقنعه وحاجه جميله للمريض، ان هو يبقى فاهم بقه عامل ازاي وهيتعامل ازاي وهيوصل في الاخر للشكل ايه الشكل اللي هيوصل له في الاخر. دي حاجة ظريفة جدا. اوكي، هنخش بقى في تالت حاجة. انت في ناس كتير عندها فوبيا من دكاترة الأسنان، وأكتر كلمة بنسمعها عندنا في العيادة أنا ما بحبش دكاترة الأسنان. المريض أول ما بيدخل يقعد على الكرسي يقول دكتور ما بحبكوش، أنا ما بحبش شغلكم. طيب ده برضه ليه حل عندنا، إن هو مريض داخل أسنانه عليها صبغات جامدة، فيها حشوات شكلها وحش، أسنانه مش منتظمة، مش مظبوطة، ومش عايز يعمل حاجة في أسنانه، وعايز هوليوود سمايل. انا عايز اسناني تبقى شكلها حلو ومش عايز اعمل حاجه وما بحبش البنج وما بحبش المكنه بتاعتكم دي. طيب اوكي، ايه حلها؟ حلها حاجه اسمها سناب اون، اللي هي الصوره رقم 10 دي. باخد له مقاس وبعمل له حاجه تلبيسه بيلبسها فوق سنانه، بس بيلبسها في فترات قصيره، يعني ساعه او ساعتين، زي ما احنا شايفين اهي الصوره اللي على الشمال ده قبل والصوره على اليمين بعد. بقى عنده صفين لولي من غير ما يعمل له اي مشاكل في سنانه. هبان اكتر كمان في الصوره رقم 11 دي. ايوه هي دي زي ما احنا شايفين كده، حاجه بتتلبس فوق السنان. واحده عندها مناسبه، عندها فرح، مذيع طالع في برنامج، ممثل طالع عنده تصوير، وهو اسنانه بايظه اصلا وما بيحبش يعمل حاجه في اسنانه، عايز حاجه مؤقته، عايز حاجه يطلع بيها بس الوقت بتاع الشغل بتاعه وخلاص على كده، وباقي الوقت مش مهم منظر سنانه. فدي بتنفع جدا وبتدي نتائج جميله، وبتقعد لحد سنتين مع المريضه او المريض، وتكلفتها برده ما بتبقاش تكلفه عاليه وما بتاخدش فلوس كتير ومن غير تعب تقريبا للمريض والدكتور. اوكي، طيب رابع حاجه. انا عندي بقى مريض، لا انا مش عايز، انا حاجه مؤقته ومش عايز حاجه اضحك بيها على الناس، انا عايز حاجه دايمه. عايز انا اسناني الاماميه مثلا راكبه فوق بعض شويه ومش عايز اعمل تقويم، وفيها تسوس وفيها حشوات قديمه والدنيا بايظه خالص. طيب العمل ساعتها هنعمل له تركيبه، هنبرد اسنانه ونعمل له تركيبه بورسلين او زيركون. طبعا في الاماميات يفضل تركيبه من غير معدن عشان خاطر تدي شكل طبيعي وشكل يعني اقرب للطبيعي. طبعا مش حاجه تعمل زي اللي ربنا خلقها، فاحنا عايزين شكل قريب شويه من الطبيعي، يبقى شكله جميل زي ما معظم الممثلين دلوقتي بيعملوا. البياض المبالغ فيه ده ما هوش طبيعي بس الناس عايزاه. طيب لو جبنا الصوره رقم 12 هيبين ده كان زمان بيعملوها. بيعملوا ايه؟ بنبرد او احنا بنعملها، بنبرد السنان كلها زي ما انتم شايفين كده، وابدا اعمل تركيبه على السنان دي. طيب الناس برضو متدلعه، الناس مش عاجبها، يقول لك لا وانا ليه ابرد سناني بالمنظر ده؟ زي ما انتم شايفين السنان صغرت جدا. طب لو التركيبه دي وقعت كمان 10 سنين هتيجي عشان تعمل تركيبه ثانيه هتبرد اكتر؟ لا انا مش عاجبني، انا مش عايز الكلام ده. طيب خلاص اوكي، هنقول له في برضو حلول، يعني الناس ما بره ما بتطلش شغل عقبالنا. ان احنا بداوا يخترعوا حاجه اسمها لامينيت فينيرز او ما يسمى بعدسات الاسنان. ان هو بدل ما هبرد السنه كلها انا مجرد بعمل برد خفيف جدا او تخشين كمان للاسطح الاماميه للسنه. انا ما يهمنيش الورق يكون سودا، ما تيجي تضحك الورق ما بتبانش، قدام هي اللي بتبان. فبعمل تخشين بسيط وبلزق عليها تركيبه، يعني بيبقى سمكها تقريبا 2/10 مللي، فما بتحتاجش برد، يعني لما تركب على السنه مش هتبان وتدي شكل كويس، بتحافظ على السنان، ما ببردش سنان.
طبعا مشكلتها في التكلفة العالية شوية، بس لو بدأنا بقى نجيب من أول الصور من أول 13 لحد 16، دي حالة يعني حتى جات لي في العيادة واحدة برضو سنانها مصفرة قوي وفيها حشوات ومش منتظمة قوي وعايزة حل مثالي. اهي دي قبل الشغل زي ما احنا شايفين كده، السنان هي مش عاجباها. البنت جات بتقول لي اسناني كده مش عاجباني، وجربت التبييض ورجع بسرعة ما جابش معايا نتيجة كويسة قوي وما حبيتوش، وانا عايزة حاجة دايمة، عايزة حاجة اخلص منها. دي الصورة رقم 13. نجيب بقى الصورة رقم 14، بس دي حاجة كل اللي بردناه، بس الحتة اللي قدام يعني اوكي بردنا بس الحاجة اللي قدام، الحاجة البسيطة خالص اللي في السطح الأمامي، وبنلزقها عليها بتدي شكل جميل جدا، وبنوفر في السنان اللي ربنا خلقها. دايما في مبدأ اسمه conservativity اللي هو المحافظة على الأسنان، إن أنا كل ملي أقدر أحافظ عليه من السنة أحافظ عليه، لأن مفيش حاجة زي اللي ربنا خلقها. أوكي؟ معايا اتصال تليفوني. ألو؟ ألو؟ السلام عليكم. عليكم السلام. مين معايا؟ أنا أحمد مع حضرتك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. انا سن اكبر بعضها، عاوز اعمل تقويم، فعاوز اعرف هتاخد وقت قد ايه. ما ده برضو من الاسئله الدارجه. التقويم كل حاله غير التانيه، يعني في حاله ممكن تحتاج 6 شهور تقويم، في حاله ممكن تحتاج 2 سنين تقويم، فعلى حسب سنك، على حسب شكل اسنانك، على حسب عضتك، في عندك عضه مظبوطه ولا محتاجه هي كمان شغل عليها. فموضوع التقويم ده ما اقدرش احدده غير لما تيجي او تروح عند دكتور وتقعد مع اخصائي تقويم في المركز. يفضل تعمله عند دكتور يكون عنده اخصائي تقويم. انا بعترف بالتخصص، ما بعترفش ان انا دكتور بشتغل كل حاجه، دي حاجه في الخمسينات. روح دكتور اخصائي تقويم هيبص على اسنانك وهيحددك الفتره الزمنيه والوقت والتكلفه كمان، ولو ينفع يتعمل تقويم شفاف ممكن يعملها لك كمان. اوكي اوكي شكرا. نرجع تاني للصورة رقم 15، نتكلم عن عدسات الأسنان بتاعتنا. دي زي ما قلنا هي أكبر ميزة فيها وأعظم ميزة إنها بتوفر في البرد السنين، وفي نفس الوقت هي دي يعني في نوع من المعاين أو النوع اللي أنا بشتغل بيه، دي الشركة بتديني عليها ضمان 7 سنين، وأعتقد دي فترة جميلة جدا. دي الحالة قبل وبعد، طبعا أعتقد فرق جميل جدا وحافظنا على السنين. الصورة رقم 16 بقى هتبين كمان. هي دي شايفين حاجة رقيقة جدا، حاجة كده شبه يعني بيسموها دايما شبه قشرة البيضة، حاجة رفيعة جدا وبتتلزق على السنان، بتدي شكل جميل وبتعالج مشاكل كتير بقى، بتعالج الصبغات اللي هي اللي ما ينفعش تطلع بالتبييض، بتعالج لو أسنان راكبة على بعض بشكل بسيط، بتعالج الفلقة اللي هي بين الأسنان، دايما بنلاقي عيانين. كنا جبنا صورة رقم 17 هتبينها زي ما احنا شايفين كده، بتعالج المسافات المفتحة بين السنان. في واحد يقول لك انا مش عايز اعمل تقويم وانا اسناني شكلها صغير، حتى لو عملت تقويم وقفلتها لي على بعض هتفضل برضو لما اجي اضحك كده اسناني شكلها صغير. فبدل ما يقعد بقى سنه او 8 شهور او 9 شهور يعمل تقويم، بنعمله تركيبه زي ما انتم شايفين كده، بتلزق في بعض بتدي الشكل اللي هو الجميل اللي هو ما يسمى بالهوليوود سمايل. في برضو شويه معلومات بقى نبدا نقولها على التركيبات. الناس فاكره انها بتركب تركيبه هي كده خلاص، تقول يا دكتور هو يعني البورسلين ده هيصدي هيسوس، هو يعني الميتال ده او المعدن ده هيسوس. الناس فاكره ان انا عشان خاطر عملت تركيبه في بقي مش محتاج اغسل سناني، مش محتاج استخدم مضمضه، مش محتاج اهتم بيها. ده كلام غلط جدا. انت ربنا اساسا خلق اسناننا بديزاين وبشكل معين، طبعا السن الطبيعيه، ان الاكل ما يلزقش عليها غير طبعا مع الاهمال الجامد. فالتركيبه دي حاجه ما هياش طبيعيه، دي حاجة داخلة على بقك غريبة، فدي بالعكس دي بتحتاج نظافة أكتر من سنانك الطبيعية، بتحتاج اهتمام بغسيل أسنان بالطريقة الصحيحة، بتحتاج إن أنت بتستخدم الخيط. الناس برضو كتير جدا بتغفل على موضوع خيط تنظيف الأسنان، إن أنا غسلت أسناني كده وخلاص أنا كده جميل. ما أنت لما تغسل أسنانك أنت بتغسل السطح الأمامي والسطح الخلفي، طب الأسطح اللي بين السنان. أنا كدكتور في عيادتي وخبرة يمكن تقريبا 10 سنين، يمكن مش عايز ابقى مبالغ، بس يمكن 70% من الناس اللي بتجيلي اسنانها بايظه بتبقى بايظه بسبب اكل محشور بين السنه دي والسنه اللي قبلها، وفي 50% من الحالات دي بتبقى الاكل المحشور ده ضرب السنتين، ضرب السنتين، لان هو يعني هو اكل محشور بين السنان. انت بتنام البكتيريا بتشتغل. اوكي معانا اتصال. استاذ زغلول اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك
اهلا وسهلا. دكتور لو سمحت، كان في عندي مشكله يعني مخلياني على طول مش مستريح. عندي سناني، مع اني بغسل سناني بالفرشه بس برضه في دم على طول بيبقى في سناني وبيخلي لون سناني اصفر. في دم في سنانك وبيخلي جوه من الناحيه الثانيه فيها خمار، مش عارف انضفها كويس يعني. ماشي، بس انا مش سامع كويس. في دم في اسنانك، لما تيجي تغسل اسنانك بتنزل دم صح؟ تمام. وبيخلي لون اسنانك اصفر، حضرتك بتقول كده؟ بيخلي لون الاسنان اصفر. لا بص يا حضرتك، هو ما فيش علاقه ما بين ان يبقى في دم عندك في اللثه وما بين ان اسنانك برونها اصفر، دي حاجه ودي حاجه. اوكي، يعني مش الدم هو اللي بيخلي لون مش الدم هو اللي مصفر اسنانك. لا لا لا، ممكن حضرتك بتشرب شاي او قهوه او سجاير كتير، او حضرتك بشرب شاي او حضرتك طبيعه اسنانك انها لونها صفرة شويه. اوكي، اللثه بتتعالج. هتشوف حضرتك لو عندك جير او عندك اي مشاكل في اللثه هنعالجها عشان خاطر الدم ده يقف، واصفار الاسنان ده ليه زي ما انا قلت من شويه، ممكن تقويم ممكن حاجه تانية. اوكي، شكرا حضرتك. شكرا. اوكي، نرجع لموضوعنا. استخدام خيط تنظيف الاسنان ده مهم جدا، ان ده بيطلع الاكل المحشور بين السنان. انت لو غسلت اسنانك بس مش هينفع، لازم غسيل الاسنان والخيط الاثنين دول متوازيين مع بعض، مفيش حاجه بتغني على الثانيه. اوكي، برضو من اسئله كتير بسمعها عندي في العياده، ان هو دكتور ما عنديش وقت، انا طول اليوم بره البيت، انا بغسل اسناني بس الصبح قبل ما انزل وطول اليوم ما بغسلش اسناني. ده برضو كلام غلط. يعني احسن وقت لغسيل اسنان لو حضرتك ما عندكش وقت طول اليوم هو قبل ما تنام. انت طول ما انت صاحي بتاكل بتشرب بتغير نسبه البي اتش او اللي هو درجه الحموضه اللي في بقك. لما اسنانك تبقى، لما الوسط يبقى حمضي في بقك، ده بيساعد وبيسهل التسوس. اوكي، فبيبقى حمضي امتى اكتر؟ لو انت قعدت فتره طويله ما تاكلش او ما تشربش او قافل بقك. الكلام ده بيحصل امتى؟ طبعا واحنا نايمين، وانت نايم كمان افراز اللعاب بيقل. اللعاب دي ربنا، اللعاب ده ربنا خلقه عشان خاطر حاجات كتير، منها ان هو بيعمل غسيل لاسنانك. تمام؟ فاكتر فتره نشطه للبكتيريا اللي بتسبب تسوس الاسنان هي بالليل وانت نايم. فلو انت عندك مره واحده بس في اليوم هتغسل فيها اسنانك، طبعا يفضل اكتر من كده، بس لو هي مره واحده بس يبقى قبل النوم نغسل اسناننا، نستخدم الخيط. لو في اي مضمضه ممكن نستخدمها قبل ما ننام مره في اليوم تبقى جميله، وادخل نام. لكن المره بتاعت اللي هي الصبح قبل ما تنزل دي ممكن تبقى مفيده ليك انت عشان خاطر يبقى يعني يبقى ريح بقى كويسه طبعا وبتقابل الناس. اوكي، دي حاجه جميله، بس كمان الناحيه الصحيه ومن ناحيه ان انا احافظ على اسناني احسن وقت هو الوقت اللي قبل النوم. دي نقطه مهمه جدا لازم نركز فيها. اوكي، طيب في ناس تانية تيجي تقول لي يا دكتور زي الاستاذ محمود اللي كان بيكلمنا بيقول لي انا لما اجي اغسل اسناني بنزف بنزل دم فبطلت اغسل اسناني. طيب نزيف اللثه ده ممكن يكون بسبب عن حضرتك عندك شويه جير، او مش هخش بقى للمشاكل اللي هي اللي في الجسم مالهاش علاقه بالبق اللي بسبب نزيف اللثه، هنتكلم النهارده على البق بس. عندك شويه جير، عندك شويه التهابات في اللثه، طيب اوكي اعمل تنظيف جير، هات فرشه ناعمه. دي برضه نقطه مهمه، بنغسل اسناننا بفرشه ناعمه اللي هي سوفت، ما بنجيبش ميديوم او هارد. اوكي، هات فرشه ناعمه، اغسل اسنانك بالراحه، هتنزل دم اول يوم، هتلاقي الدم بيقل تاني يوم، بيقل تالت يوم، بعد اربع خمس ايام هتلاقي مفيش دم خالص. انت عندك بتنزل دم وانت بتغسل اسنانك عشان خاطر عندك التهاب لثه. التهاب اللثه ده لو ما غسلتش اسنانك هيزيد وهيسبب لك مشاكل تانيه، وهيعمل لك ريحه بق وحشه الصبح، وهيخليك صاحي من النوم من غير حتى ما تغسل اسنانك عندك نزيف لثه. لكن لما تغسل مره واثنين وثلاثه مع الوقت هتلاقي النزيف قل لحد ما يبقى على كده غسيل اسنان طبيعي ومفيش اي مشاكل منه. دي برضو من الحاجات الدرجة اللي بتيجي في العيادة. برضو الأطفال الصغيرين، انتوا عارفين الطفل بيبدأ يسنن من ست شهور، بس طبعا دلوقتي بقى كله بيتأخر عن ست شهور، يعني يمكن لحد تسع شهور. معايا اتصال تليفوني. أستاذ عمرو اتفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ تمام الحمد لله. أنا كان عندي مشكلة يا دكتور كنت عايز أكلم حضرتك فيها يا دكتور. اتفضل يا فندم. انا كان عندي بس بيظهر على اسناني ما بين الشتاء والصيف ماشي جير كده لونه اسمر ماشي، فكنت عايز اعرف هل هو مثلا يعني اقدر ان انا اعمل حاجه، اعمل يعني رسول مثلا او تجميل في اسناني مثلا عشان ما يطلعش الحاجه دي يجي بعد كده، ولا انت يعني انت كفرشه ومعجون بتستخدمهم كم مره في اليوم؟ المعجون؟ الفرشه والمعجون؟ يوميا. انت بتغسل اسنانك يوميا؟
اوكي. هو بس هو طبعا يعني موضوع الصبغات الصفراء اللي هي بتظهر دي مالهاش علاقه على فكره بشتاء وصيف، لها علاقه اكتر باهتمام بغسيل اسنان. ممكن تهتم لو انت مثلا بتغسل مره خليها مرتين او 3 مرات. في برضه حل ظريف جدا دايما بحب اقوله للناس، لو انت بره البيت ومعكش فرشه معكش معجون، خلي معاك سواك. السواك برضه مفيد جدا، السواك مضاد للبكتيريا، مضاد للفطريات اللي بتتكون في البق، في ماده بتمنع ان الجير يلزق على الاسنان، ودي برضو حاجه جميله جدا للناس اللي عندها سهوله تكوين جير على الاسنان. اوكي شكرا استاذ عمرو. اوكي نرجع لموضوعنا. الاطفال الصغيرين لما بنيجي نغسل اسنانهم يعني يفضل لو 9 شهور او سنه او في الرينج ده لسه بيدوب مثلا بيرضع او بياكل حاجه بسيطه، يا اما نجيب فرشه ممكن من غير معجون خالص، او لو هنجيب معجون ونركز جدا في النقطه دي، معجون فلورايد فري، معجون ما فيهوش فلورايد. معاجين الاطفال المفروض ما بقاش فيها فلورايد لحد على الاقل 3 سنين. الفلورايد في السن ده ممكن يبوظ السنين. الفلورايد محتاجينه بنسب قليله قوي في الاطفال الصغيرين، بتبقى موجوده في الميه، ميه الشرب بتاعتنا، موجوده يمكن في بعض الاطعمه اللي بياكلها، فما ينفعش نديله معجون اسنان فيه فلورايد. هتلاقي غالبا حتى مش هتلاقي معجون مصري للاسف بتاع اطفال ما فيهوش فلورايد، يبقى كله مستورد. روح الصيدليه قول له عايز معجون اسنان فلورايد فري، او على الاقل نغسل اسناننا، يعني نغسل اسنان الطفل من غير معجون بالفرشه كده بشويه ميه، ندعك بالراحه كده. برده اهم فتره هي فتره قبل النوم، عشان خاطر في الاطفال بالذات لما الاسنان تسوس بيبقى صعب قوي على احنا في العياده ان احنا نشتغله، وبنحتاج بقى نستخدم تكنيكس مختلفه ما بين ان احنا نهديه، او حتى في بعض الاطفال بيبقى صعب قوي ان احنا نعمل كنترول عليهم، فممكن ندخلهم بنج كلي. فعلى ايه كل ده؟ يعني الموضوع محتاج بس 5 دقائق من الام، ما تهملش في حاجه زي كده قبل النوم ب5 دقائق. لو مسكت الفرشه وراح جاي غسله له اسنانه او اسنان الطفل يعني، هتبقى كويسه جدا، وتبقى حاجه هتحميه من التسوس، وهتعوده حتى من هو صغير، لما يجي يكبر مش هيتعبك بعد كده في تنظيف اسنانه. هو خلاص من هو عنده سنه بتغسله اسنانه، ولما يكبر هيغسل اسنانه ويحافظ على اسنانه طول عمره. اوكي اهم حاجه بس نركز في بوينت بتاعت ان احنا ما ينفعش نستخدم معجون اسنان بتاع الكبار، ما ينفعش نستخدم معجون اسنان فيه فلورايد، لان الطفل غالبا بيبلع المعجون. انت صعب تقول له خد مضمض وتف، هو غالبا هيبلعه، بيبقى حاطين فيه طعم فراوله، طعم مانجا، حاجات طبعا عشان خاطر تخلي الطفل ما يقرفش من المعجون او يطلعه من بقه. يعني نركز كويس جدا 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 ان هو يبقى ما فيهوش فلورايد. اوكي وبالنسبه برضو بحاجه برضو تانية للاطفال، دايما الناس الامهات يعني بتيجي عند 6 شهور يقول لك دكتور لسه ما طلعش ولا سنه. عادي يعني خلاص بقى الاطفال دلوقتي كلهم بيسننوا عن 9 شهور و10 شهور، بيتاخروا في التسنين، ودي حاجه خلاص بقت طبيعيه وحاجه بقت موجوده. بس برضو يفضل ان انت عند سن مثلا سنه دكتور يبص عليه، عند سن سنتين يبص عليه، وكل فتره يعمل تشيك اب عند الدكتور. اوكي بس ده كان النهارده موضوع حلقتنا، حاولنا نغطي تركيبات، حاولنا نغطي الاهتمام بالاسنان وغسيل الاسنان. حلقات تانية ان شاء الله نتكلم في مواضيع تانية. كان معاكم دكتور احمد جمال شاهين اخصائي تجميل اسنان، والسلام عليكم.